يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسجد قباء يفضل عن المساجد الأخرى؟ نعم، مسجد قباء له فضيلة، لكن لا تشد الرحال إليه، وإنما هو تابع للمسجد النبوي. فإذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه يستحب أن تذهب إلى مسجد قباء تصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يخرج كل سبت إلى مسجد قباء ماشيا ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.